مساء الخير عليكو حبايبي الحلوين، هنبدأ معاكو حوادتنا مع تيته سمسمه. وأول قصة عندنا اسمها الغراب الذكي. يا ترى قصتنا بتحكي عن ايه؟ كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كان في عندنا غراب طاير في الهوا بيرفرف بجناحاته، والجو كان حر جدا جدا جدا. فهو طاير لقى غابة جميلة وفيها دورق مية كبير وخضار وفاكهة، وكان الغراب عطشان جدا جدا. حاول يشرب من المية لكن منقاره الكبير مقدرش يدخل جواه. قعد الغراب الذكي العطشان يفكر، يا ترى يا هل ترى أنا ممكن أعمل إيه علشان أقدر أشرب من المية وسد عطشي. جات له فكرة ذكية جدا، إن هو يدور في الغابة على أحجار صغيرة ويجيب بمنقاره حجرة ورا التانية ويحطها جوه إزازة المية، وفضل يجيب حجرة ورا التانية، وكل ما يحط تاني المية بتعلى لفوق، وفعلا قدر يحط منقاره ويشرب من المية. وتوتة توتة فرخة الحتوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ عايزاكوا حبايبي الحلوين تقولولي استفدتوا ايه.